الخلود عندي 15 سنة، ما كنتش اعرف ان انا عندي سرطان في رجلي. انا لقيت بابا بيعيط وقال لي انت هتروحي المستشفى هتاخدي دواء وهتطيبي، بس ما كنتش اعرف ايه هو المرض. لما جيت هنا بعديها كمان بسنة لما عرفت الدكاترة هنا هما زي الملايكة يعني، كنت عاملة متابعة وكان بس كان فاضل لي جرعتين يعني، فقالت لي هنلغيهم وخلاص العلاج خلاص خلصنا، وهتتابعي بقى معايا كل كام شهر وساعات كل كام سنة. أحب أقول لزمايلي اللي لسه بيتعالجوا في 57 ما يخافوش من المرض ده ويخلي إيمانهم بالله كبير، إن شاء الله ربنا يشفيهم. أنا نفسي لما أكبر أبقى دكتورة صيدلانية واشتغل في 57 وخفف المرض على الأطفال زي ما أنا خفيت، وأرد للمستشفى الجنين مستشفى 57 بلد 57 لها فضل كبير عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة.